عيد ميلاد الليلة مين؟ عيد ميلاد النونة، حنفرح ست الحلوين. السلام عليكم، جيسبر كو فوز علي بيان، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. وانتم اليوم تشوفوا في الفيديو تاعي، اليوم جيتكم فيديو جديد اللي ان شاء الله ينال اعجابكم. كي شفت لي كومنتير تاعكم تاع الفيديو اللي سبق، قلت لي زاهو يعطيك صحة، موتيفيتينا شوية، نوطينا شوية، نشطينا شوية، نشرتي الطاقة الإيجابية. قلت بوركوا نو نزيد اليوم نبارطاجي معاكم. اليوم رانا في الليل، راهي الساعة قريب 9، وكما نقولوا ضيافي مازالوا عندي، مرحبا بهم، مازالوا عندي، راهم في لاشامبغ هذيك تاع القعاده يقراو، الاخت عندهم اكزامه اليوم الاخر 12 تاع الليل، لازم اونلاين يقدموه. قلت انا يا في هذه الاثناء ما بيد بنتي كما نقولوا رضعتها وبدلت لها، راهي شويه قاعده حكمه بلاصتها معاهم، قلت نروح نقص شويه عليا الشغل في الدو تاع البالكون، باسكو راهي شاعل في باطل. قلت لكم قلت نقص شويه عليا شغل البنات، شغل في الدار ما عنديش بزاف، ومام كي راهم هنا ضياف ما نقعدش نقلب في الدنيا ندير في الشغل قدامهم ياتو باش يحسوا روحهم الاز. صوف عندي الخزانه تاعي والخزانه ولي تيغوار تاع بنتي راهم هكذا، من اللي جيت من المستشفى وهما تما قريب شهر، غدوه ان شاء الله بنتي دير شهر، غدوه ندير لها لانيفرسير تاع شهر. قلت لكم ابخي وهي شمبرتي ماشي شمبرتي يعني الخزانه، وراهي مقلبه وتعرفوني انا ما نحبش تقلب سورتو في الحوايج. اي باليوم قررت اني نستف الكادو بتاعي وتانيك تاع بنتي ان شاء الله، ونموتيفيكم شويه معايا ونوريكم واش راح ندير. ماشي عندي حاجه كبيره، سوف راح نطوي الحوايج نستفهم، بيسك انا انسانه قراب الخزانه كي تكون مخربه انا مخي الاخر يكون مخرب. قلت هكذا باش واحد ينقص عليه شويه وتكون دارو منظمه ومستفه، يعني الوقت ماشي مهم، ليسونسيال وحده كي تكون في الدار الحاجه اللي تلقايها ولا الحاجه اللي تكون ناقصه روحي كمليها وروحي خدميها، ماشي شرط تحطي كلش في ضربه وماشي شرط تخدمي كلش في نهار، لازم تسعفي روحك وتسعفي صحتك. خليكم معايا. فوالا شوفوا الحاله كيفاش راهي، حويجات هنايا اللي دخلتهم نشفو، وشوفوا الله يبارك خزانه زاهو. شوفوا كيفاش راهي، غير نرمي نحط الوغلا كي نخرج ونجي نجري حوايجي هكذاك نرميهم، نخاف تولي تبكي ولا عفسه. دوكا شوفوا بيان كيفاش راهي، ابخي نروح يعني نطوي كامل هذا الشيء ونعاود نولي لكم مام الكوتي تاع مام ماري نديرو. نزيد نوري لكم لي تيغوار تاع، شوفوا كيفاش راهي الحاله خربين كامل، دخلتهم السانجلاش حطيت ديريكتومون هكذا. دوك نزيد ننظمهم، لا كوش في الارض زانتا هنا تاني كراهي متقلبة. دوك نزيد نستفهم ليسونسيال هادي ما نبداش بها، نبدا كيما قلت لكم نبدا بلا شومبر تاعي ابخي باش نجي لا شومبر تاعها. اكو تسمعوا فيها هي دايره الحفله يا ربي. الشغل دوك زعما حبيت نبدا على 9، دوك على 12 تاع الليل باش نبدا هاد الخزانه. نروح نبدا نروح سكتها نعاود نولي الخزاين راح يقعدوا هكذا، ما حبت ترقد ما حبت تقعد تقول حست بيا حسيتي بيا ماما حندير شغل، ماشي شغل ماما حنطول شويه حوايج، والله ما حبيت تقعد ما على باليش اش دوك ندير هذا نطويهم ولا دوك نحطهم في التشخنه لهي ونخليهم وساهي. راهي رضات عليا شويه
راي انفاس ما نعرف دوك، لا تتعب تبكي ولا ترقد ولا ما نعرف. انا ليسونسيال نبدا ديريكتومون البنات، نحط الكامل هنايا، نحط البلدان كامل هادوما باش نستر فيه غرضي. ندخلها شوية بالتصفاق بالصفار بالزغريت، فوالا من خلال هذا الفيديو البنات حبيت نوصل ميساج صغير لكل أم، والكل خصوصا لكل أم جديدة، يعني كل مرأة صارت أم يعني لأول مرة. ونقول لك ما يحكمكش الكآبة، لخاطش كاين بزاف اللي يعانوا من كآبة ما وراء الحمل، ما وراء الولادة، كي يشوفوا حالتهم مخربة، كي يشوفوا حالتهم كيما نقولوا ماهيش منظمة كيما كانت من قبل. بنتي تجي تتعشى، دود حياة تضحى، تضحى بابانا جاي يصلي بينا، طاح في البسينة على جلزه سمينة، تود حياة تضحى، تضحى بابانا جاي يصلي بينا، طاح في البسينة، إن شاء الله نرقدو ونخلو ماما تطوي تطوي الخزانة وقتش تطوي. نكمل في كلامي. كما شفتوا اي انسان ولا اي مرأة يكون يبداو يجوها الولاد، الحمد لله هي نعمة من عند ربي. بصح ديري في بالك باللي ما راحش يكون نظام تاع دارك كيما كان بكري، راح يكون شغلك كامل مقلب، يعني لا كنتي تخدمي صباح تولي تخدمي العشيه، لا كنتي العشيه تولي تخدمي صباح، يعني على حساب ماشي انت تمشي على يعني البيبي ما يمشيش هو على ولا ولادك ما يمشوش على البروغرام تاعك، انت تمشي على البروغرام تاعهم. يعني ما تتقلقي ما والو، كل حاجه ديريها غير بالعقل. وش قلت لكم قبيلة قبل ما نبدأ لا فيديو؟ قلت لكم باللي راح نجيب 12 غير مع خزانة واحدة، شوفوا شحال ساعة. وهذا وين رقدت، هذا وين، حتى درت لها المساج بزيت تاع وش يقولوا له، زيت الزيتو كيك يعني زعتر، زيت زعتر باش حبست. قلت لكم حتى درت لها المساج بس كي عندها لي غاز باش ريحت شويه ورقدت، وانا كملت الخزانه لجهتي وجهه راجلي فقط، هي خزانتها ما درتهاش، ما كفانيش الوقت، غدوه ان شاء الله هنديرها. وكيما يقول المثل تانيك البنات، الشغل تاع عام يتخدم في نهار، هذه صح كاين منها. كيما كشتو ما قريت طولت مي فريتها مع خزانتي، كيما راكم تشوفوا نظمت كل حاجه، كل حاجه حطيتها في بلاصتها. ايبا يا امهات، ما تقلقوش روحكم، ما تقلقوش على ولادكم، مدوا اكبر وقت لولادكم اكثر ما تمدوه للدار، هكذا باش تعيشوا اليز. فوالا، وهذا اليوم الثاني كيما راكو تشوفو، طلع النهار وراهي تانيك العشيه كيما راكو تشوفو، بالسيف باش تانيك رقدت لي جبتها هنا قدامي في البوسات، باش تانيك درت لها الجهه تاعها ونظمت الجهه تاعها. يعني حبيت انا من هاد المغزى من هاد الفيديو البنات هو نوصل ميساج لكل وحده، بيرسون ني بارفي، ما راناش كاع مثاليين، يعني هذيك مسقمه وهذيك منظمه وانا مانيش منظمه وانا مانيش نقيه وانا نو، بالعكس والله العظيم يا التربيه ما راهي سهله، هذا راه عندي غير شهر برك واكتشفت عفايس بزاف، التربيه ما راهيش سهله. فوالا هنا كيما كتشوفوا نظمت القدور راني نوريكم، التربيه ما راهي سهله والمسؤوليه ما راهي سهله، يعني ورا حد ما راح يلومك ويقول لك دارك ماهيش نقيه، دارك راهي مسخه، دارك ماشي منظمه. قولي لهم حاسبوني قبل ما يكونوا عندي الولاد، بصح دوكا الله غالب
كيما راكو تشوفو، يعني ما تسمعي حتى الحاجة، ديري الشيء اللي قدرتي ديريه، والحاجة اللي ما قدرتيش ديريها ما ديريهاش، والوقت الأكبر يكون لولادك ماشي لدارك، لخاطش الدار أصلا مديورة باش نرتاحو فيها، ماشي باش نقعدو غير نعيو في روحنا عليها. عاود طليت عليكم دوك، وليت نطلع عليكم من الليل لليل كيما شفتوا اليوم. النهار دوزيام البارح في الليل كملت هذيك الخزانه، الخزانه تاعها كملتها اليوم، الله غالب ما هيش تخليني ندير شغل حتى العشيه، دوك راهي 6 باش وجدت روحي وجدتها، ورانا نتسناو في خط راجلي وطفلتها، راهي جايه طفلتها وسلفها كيما يقولوا. رام جايين كرام، كانوا معروضين عندها، قالوا لها نزيدو نروحو باش نهنوا لزاهو، راهم جايين مرحبا بيهم، و يشربوا غير قهوه بسكي يتعشاو عندها، قالوا لها نروحو جوست على قهوه. دوك نوجد لهم قهوه. وش كنت حنقول لكم؟ ايه، وجيت نقول لكم باللي اليوم دارت شهر بنتي، دارت شهر اليوم، راح ندير لها لانيفرسير تاع شهر. حبيت ندير، ماشي لانيفرسير، مقصر برك هكذا، جوغ اليوم دارت شهر، قلت ندير لها شمعة وندير شوية زانيفرسير تاع شهر. فوالا كنت نهضر مع اختي، قلت لها اليوم دارت شهر حندير لها لانيفرسير، قالت لي ايه خلات على جدنا مزيه، جينا بعاد عليك، كل ما جينا قراب عليك كل شهر واقيلا انا رافدين الكادو ونجرو. فوالا دوك انا هنايا نخليكم نروح نوجد قهوه، راح نحطها لهم مع الحلقومه ولا اللقم كما يقولوا هما، بيسكو مازال ما درت لي غاتو والطمينه، جو سي با الطمينه، حبيت ندير الطمينه، مي خت راجلي قالت لي هما كامل الحمد لله هادو هما جايين كاع عندهم السكر، كان عندهم السكر، ربي يشفيهم ان شاء الله ويشفي كل مؤمن. قالت لي كيجو سقسيهم، هي راهي واجده كلش، قالت لي كيجو سقسيهم، اذا معليش ياكلوا حاجه حلوه ديري لهم الطمينه. فوالا اليوم لو 26 جانفي، حبيبتي بيبيشتي لانيفرسير تاعها دارت شهر، قفلت شهر الحمد لله بالصحه ولهنا، راني فرحانه بها بنتي، وراهي تتعصر من لي غاز. فوالا هذه هي، ان شاء الله تتربى في عز وعز باباها ان شاء الله، وان شاء الله نفرحوا بها وتتربى على الدين والطاعه يا رب العالمين، وربي يرزق من هذا المنبر كل محروم ان شاء الله. باي باي. فوالا ميزامور، هكذا كانوا لي دو جور تاعي تاع البارح في الليل واليوم، شفتوا باللي انا نهاري والروتين تاعي يبدا مع العشيه، لاخاطش الصباح نكون اوكي بي مع الطفله ما نقدر ندير والو. فوالا اليوم هذا هو كان قفله شهر، الحمد لله العقوبه لميات سنه ان شاء الله. راح نختم هنا لا فيديو باسكو نسي اليوم نرقد بكري، بقالي نهار غدوه اللي هي الاربعاء ان شاء الله، اللي ندير فيها تحضيرات اللي نوجد فيها لي كيكي تو نبارطاجي معكم بيان سور، ماشي عن نبارطاجي معكم لي غوسيت باسكو لي غوسيت مداريه نديرهم، سوف كيفاش نحضريتو لنهار الخميس ان شاء الله اللي راح تجي كامل العائله ان شاء الله، نكونوا ملمومين ونديرو كيما يقولوا هما توران، يعني التوران تاع الاسم، يعني هذاك والاذان وكل شيء ان شاء الله يفوت بالخير والهنا. وهذه هي، وضيافي تانيك اللي جاو خفيف ظريف، راحوا خوت راجل لوست وسلف راجل اختو، حتى القهوه ما حبوش يشربوا، قالوا له بسكر انا معروضين للعشاء، كلاو غير هذاك اللقم اللي جابوه لي من ادانا، قالوا له ندوقوا غير الفال هكا حاجه حلوه ونروحوا، بس كانوا معرضين عند خوت راجلي للعشاء وتسنى فيهم ايتو ايتو، سي بوغ سا قالوا له برك كيفتنا لحقنا حتى لهنا، قلنا نجيو نهنيو لزاهو اللي كتر خيرهم. دوكا لحقت لافان تاع لا فيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، حبيت نبارطاجي معكم هاد لو جوغ اللي هو سبيسيال، حبيت نبارطاجيه معكم مالغي تو هاد الفيديو ماهوش ماشي مشبع، يعني يعني بالحركات وعفسه، مي قلت نبارطاجي معاهم هاد اليوم المميز بالنسبه ليا مادام نتوما العائله تاعي الثانيه
اي با ميم حاجه كي تكون مميزه عندي اوتوماتيكمون راح تكون نتوما تانكم تانيك عندكم مميزه. طبعا على خير، تهلاو لي في روحكم، نحبكم بزاف، استناو لا فيديو تاع نهار الخميس اللي راح، كيما وحده تكتب لي في لي كومونتير مازال اسم بنتك سر من اسرار الدوله، اللي راح نفشي سر الدوله. قام على خير وتهلاو في روحكم، ليله سعيده.